الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. عنوان محاضرة اليوم هو قول الكتاب: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض. كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض. ما هو هذا اللطف؟ يعني ايه فضيلة اللطف؟ هي مزيج من الرقة والبشاشة والوداعة والطيبة والبعد عن الخشونة وعن القسوة وعن التعالي. الشخص اللطيف يبقى فيه الفضائل دي كلها. أهمية فضيلة اللطف إنها من ثمار الروح. لما تقرأ عن ثمار الروح في غلاطية 5:22 تجد اسم هذه الفضيلة. وأيضا من أهميتها إنها صفة من صفات الله نفسه. صفة إيه؟ من صفات الله نفسه. في رمية 2 يقول: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. يعني الله من لطفه بيبقى طويل الأناة ويمهل الإنسان ولا يأخذه في ساعة خطية، يعني يسيبه لما يتوب. وفي رومية 11 يقول: هو ذا لطف الله وصرامته. أما الصرامة فعلى الذين سخطوا، وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف. عشان كده أرى إن بعض الناس بيتسموا عبد اللطيف. يعني إيه عبد اللطيف؟ يعني عبد الله الذي هو لطيف. في آية تانية تقول: لما ظهر لطف الله مخلصنا لا في أعمال من بر عملناها إنما بمقتضى رحمته خلصنا. ربنا دائما يعامل الناس بهذا اللطف. لو كان الله شديدا علينا لهلكنا جميعا. مين فينا ما وقعش في الخطايا؟ كلنا أخطأنا،
لكن ربنا من لطفه كان يغفر، فالمغفرة هي جزء من لطف الله. يعني نشوف أمثلة كثيرة في هذا اللطف، مش بس ربنا بيغفر الخاطي، ده ربنا بيسعى وراء الخاطي علشان يجيبه، حتى لو هو ما كانش عايز بيسعى وراءه. دي جاية في قصة الابن الضال والدرهم المفقود. ايه يعني حتى الدرهم مفقود؟ لكن يبحث عنه حتى يجده ويرجعه إليه. ولما يرجع الخاطي ربنا لا يخجله ولا يذله ولا يحرجه، ولا يقعد يقول له انت عملت وعملت وعملت، بمره يعني. دي واضحه في قصه الابن الضال لما رجع ابوه لم يخجله، بل بكل حنو ذبح له العجل المثمن ووضع خاتما في اصبعه وقال: ابني هذا. كان ينبغي ان نفرح ونصر لان ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. ألاحظ هذا الأمر أيضا مع زكى العشار: يا مظلم ناس ويا متعب ناس إلى آخره. السيد المسيح دعاه وقال له: ينبغي أن أتعشى الليلة في بيتك. اليهود اتضايقوا، ازاي يخش في بيت رجل خاطي؟ فقال لهم: أليس هذا أيضا ابن الإبراهيم؟ عشان كده زكى من تلقاء نفسه قال: ها أنا قد وهبت نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد ظلمت أحد أرد أربع أضعاف. أيضا باللطف عملت المرأة السامرية، قال لها: كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو لك، وإن جئت للحقيقة هما ما كانوش خمس أزواج، هما كانوا حاجة تانية غير كلمة زوجة. لكن ما أراد، لم يرد أن يجرح شعورها، بيقول لها كده. وبعدين قال لها: والذي معك الآن ليس هو لك. كلمة معك الآن كان يقدر يقولها بتعبير شديد، اللي انت نهايته ليس هو لك. بالشكل ده قدر يقودها الى التوبة، لدرجة انها شهدت له وذهبت الى اهل مدينتها تقول لهم: تعالوا انظروا، انسان قال لي كل ما فعلت. دي المعاملة الطيبة. يعني يضاف الى قصة السامرة ايضا
لأنه قال لها لما قالت له ليس لي زوج، قال لها حسناً قلت إن ليس لك زوج، وفي الآخر قال لها هذا قلت بالصدق. هي ما قالتش حاجة، لما تقرأ القصة في الإنجيل تلاقيها ما قالتش حاجة، غالبا كانت بتهز راسها كده وتقول ايوه ايوه بس. لكن باللطف ممكن ان يكتشف النقط البيضاء في حياة كل انسان مهما كانت حياته كلها مسلمة، لكن برضو لازم فيه شوية نقط بيضاء ياريت الواحد يبحث عنها. اللي عايز اقوله لكم ايها الابناء الاحباء، كلمة ابناء تحمل ابناء وبنات، يعني كله ماشي. ان باللطف بالمعاملة اللطيفة ممكن انك تكسب اعدائك، وبالخشونة والعنف ممكن تخسر اصدقائك. في فضيلة اللطف ما يصحش ان واحد يحتقر الضعفاء، لأن الكتاب بيقول شجعوا صغار النفوس، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. لما تكون انت قوي ما يصحش انك تحتقر الضعيف، ولما تكون انت ماشي في حياة البر ما يصحش انك تحتقر الانسان القاطي. لازم نذكر باستمرار ان احنا مجرد تراب، يعني كان في مجمع في الدير أيام موسى الأسود، كان هيحاكم راهب من الرهبان. موسى الأسود راح هناك وشايل ولا ظهره، تليس أو كيس أو شوال مليان رمل وفي خرم كده. قالوا له ايه اللي بتعمله؟ قال لهم هذه خطاياي وراء ظهري تجري، وقد جئت لأحكم على خطايا غيري. عشان كده الإنسان اللطيف لا يكون ديانا للآخرين، ما يقعدش يقول فلان وعلان وده عمل وده سوى. لما انت ايضا انسان ممكن تقع زيهم، مش معنى. ولذلك احد القديسين كان لما يشوف شخص خاطئ يبكي، يقولوا بتبكي ليه؟ البابكي عشان الشيطان نشيط، اليوم وقع أخويا وجايز في يوم تاني يوقع نانا، وجايز أخويا يقع ويتوب وأنا أقع وما أتوبش. ده الإنسان اللي قلبه طيب وقلبه أبيض من جوه وما يحبش يحكم على الناس،
شوف السيد المسيح بالنسبة للمرأة المضبوطة في ذات الفعل، اليهود ياما بهدلوها وأهانوها وأذلوها وهي مرمية على الأرض مش عارفة الجو، مضبوطة في ذات الفعل. وبعدين لما شافوا السيد المسيح قالوا له بماذا تحكم على هذه المرأة؟ ناموس موسى يقول لابد أن ترجم، لابد أن ترجم. السيد المسيح بكل لطف وطيبة قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر. انتوا بترجموا المرأة دي، عايزين ترجموا المرأة دي لأنها خطية وأنتم غير خطية. من كان منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر. وابتدى يوريهم خطاياهم فمشوا. وبعدين قال للمرأة أين الذين دانوك؟ فين اللي حكموا عليك؟ لم يبق منهم أحد وأنا أيضا لا أدين. اذهبي ولا تعودي تخطئي مرة أخرى. دي الروح الطيبة اللي تعامل الناس بكل طيبة وكل رقة وكل لطف. إلا الشخص اللي بيمشي في هذه الفضيلة لا يوبخ كثيرا، لا يوبخ كثيرا. وإن وبخ لا يكون ذلك بطريقة جارحة. صدقوني وأنا سائر في طريق الحياة أبصرت كثيرا من المتدينين يصومون ويصلون ويحضرون القداسات ومع ذلك لهم علاقات منفرة مع الآخرين. ده ساعات واحد يروح عند أب الاعتراف يعترف، وأول ما يحود على الخطايا الصعبة أبوني يقول له إيه؟ أنت وقعت في حاجة زي دي؟ جدع يعني مسكين، ويقعد يسأله أسئلة ويدخل في تفاصيل لغاية ما الشخص ده يقول حرمت أعترف عند هذا الأب ده تاني. ده ايه ده؟ هقول حاجتين حصلوا معايا مرة وانا اسقف. وانا اسقف كنت بعمل اداديس كتيرة، وكان ساعات ناس يحبوا يعترفوا اثناء القداس. فمرة الست طلبت تعترف، قلت لها نعم. قلت لها سيدنا أنا وقعت في الخطية. قلت لها الله يحلك بس ما تقعهاش فيها تاني. ما رضيتش أقول لها إيه الخطية، ما إحنا مفهوم. لكن ضروري الواحد يذل اللي قصاده ويريخ مأواكه. خلاص معروف وقف خطية أنا خلاص. وأفتكر مرة تاني حصلت
أبونا مخيل إبراهيم الله ينيح نفسه، وكان كاهنا قديسا الظاهر إن يعني شخص خطاياه تقيلة أوي وعايز مدة طويلة للاعتراف، فبعته لي في الدير. أنا قعدت معاه أول يوم 3 ساعات يقول خطايا 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 3 ساعات. بعد ما خلص قلت له أنا مبسوط منك جدا إنك عندك الشجاعة اللي تقول بها كل الحاجات دي، يا ريت أنا أبقى زيك عندي الشجاعة اللي أقول. لكن إن كنت فاكر حاجة تاني تعال لي بكرة. جه تاني يوم قعدت معاه 2 ساعة يقول خطايا خطايا خطايا. وبعدين 3 يوم جه قعد 1/2 ساعة ياخد نصايح، وإن كان فاكر حاجات بسيطة يقولها. ما زلت فاكر هذا الشخص اللي اعترف في 3 أيام 3 ساعات وساعتين ونص 5 ساعات ونص. بعد كده تاب كويس أوي وبقى خادم من الخدام الكويسين. ورشحوه يبقى قسيس واترسم قسيس. تقول لي ازاي يترسم قسيس شخص من هذا النوع؟ اقول لك طب اغسطينوس اللي اتعمد عمره 30 سنة بعد 30 سنة قضاها في الإلحاد وفي الفساد، وأمه بكت عليه 20 سنة على الأقل، لدرجة أن القديس أمبروسيوس أسقف ميلانو قال لها ابن هذه الدموع لن يهلك. وفعلا تاب وبقى راهب وبقى قسيس وبقى أسقف، وكتب كل اعترافاته في كتاب، كل اعترافاته. يعني أي واحد منكم بيكتب اعترافاته بيكتبها في ورقة ورقتين 3، لكن كتاب. وقال لربنا في هذا الكتاب: لقد تأخرت كثيرا في حبك، لقد تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الذي لا يمكن أن يوصف. مثال آخر، موسى الأسود اللي كانوا بيخافوا منه الرهبان أول ما دخل، وبرضه جاء عليه وقت اترسم قسيس. والأسس اللي كان أصلهم في خطية في حياتهم قبل كده بيبقوا أكثر شفقة وأكثر حنوا على كل المعترفين. زي ما بقول لكم الشخص اللي عنده هذا الحنو والشفقة والرقة واللطف لا يوبخ كثيرا، وان وبخ لا يقول كلاما جارحا. وفي نفس الوقت لا يعاتب بشده. الانسان اللطيف لا يعاتب بشده، ممكن يعاتب من بعيد كده، كلمه في السكه تتفهم وتخلص.
لكن الإنسان العنيف لما يجي يعاتب يذكر جميع الأخطاء اللي أخطأها هذا الشخص من أول ما عرفه، أنت عملت وعملت 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 وبس كده، وينسى كل أيام الصداقة القديمة والحاجات الكويسة اللي ما عملها، فينساله الخيرات ويفتكروا السيئات. فالعتاب ده يوصل لإيه؟ على رأي الشاعر اللي قال: ودع العتاب فرب شر كان أوله العتاب. يخرجوا الاثنين وحالتهم أسوأ مما كان، لأن العتاب كان بطريقة غير سليم. أنت في حياتك لكي تحيا في فضيلة اللطف لا تراقب أعمال الناس ولا تحاسب الناس على أعمالهم، لا تحاسب على كل خطأ وعلى كل سهو وعلى كل خطية جهل. خليك حنين وطيب، لكن تعاتب كده خبط رزق، مين يقول الكلام ده؟ كمان انت لست ديانا للآخرين، فيما نذكر المعاملات اللطيفة نذكر أيضا المعاملة اللطيفة داخل الأسرة. لو في معاملة لطيفة داخل الأسرة لا يمكن أن تحدث قضية طلاق أبدا. لو المرأة غلطت في حاجة الزوج يقول معلش، تلاقي غصب عنها كانت تعبانة ما كانتش رايقة ويطبطب عليه ويقول لها كلمتين طيبين. والراجل لو غلط المرأة تقول معلش، طبيعة الرجال انهم يغلطوا. مش كل الرجالة، لكن أقصد الراجل طبعه شديد فجايز بيغلط. لو مسكنا له على كل كلمة جديدة هيتعب ونتعب. المعاملة الطيبة داخل الأسرة برقة بلطف محنو ما بين الأب والأولاد، والبنات مش أب حمش يفتكر تربيته لبناته إن يحبسهم في البيت ما يخرجوش، وإن خرجوا هتروح فين؟ رحت فين؟ جيت منين؟ اتأخرت عشان إيه؟ كأنه يعني ضابط بوليس ولا وكيل نيابة. حتى ضباط البوليس عندهم رقة أكتر من هؤلاء الآباء، ونفس الوضع المطلوب في المعاملة اللطيفة بين أي مدير ومرؤوسيه. يديهم فرصة أنهم يعبروا عن نفسهم، يتكلموا معه بصراحة. لكن في مدير تاني لو قعد مع مرؤوسي مجرد يبص لهم كده، كل واحد يكرمش يقدرش يتكلم، خايف لا يقول كلمة، يخش في سين وجيم.
ومع كل ما قلته لكم أقول برضو إن للطف حدودا. للطف إيه؟ حدودا. يعني إذا عملت الناس بلطف ولقيت إن الحكاية هتقلب وهيستهتروا ويغلطوا تبتدي توقف، مش توقف عن ترجع للعكس، نتكلم بشوية حزم عشان ما يستمروش في الخطأ. أقول هذا وأشكركم على استماعكم. الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس، ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس.